تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم جولتنا اليوم جوله انسانيه، جولتنا اليوم جوله يعانوا منها المواطنين، وقالوا لنا تعال اليوم دونكم لنا في منطقه السرتي. كنا عارفين ان منطقه السرتي تعتبر من المناطق الكبيره اللي فيها نسبه عدد سكان كبير جدا. كنا عارفين لما نخش منطقه السرتي حنلقوا حاجتين مع احترامي للاهل المنطقه، التكسير والحفير، وكرمكم الله الصرف الصحي اللي هو المجاري. لكن المجاري لما تقعد قاعدة عندهم لها أكثر من 6 أو 7 شهور بالشكل اللي احنا شفناه، والبنة اللي انتم حاليا ما تشموش فيها، والوضع المزري، عيالهم هذين حواشينهم هذين مجاريهم. مش ذنب المواطن انه هو يسكن في السرتي، لكن ذنب الدولة. كانت أحمد العبيدي حنجول معاكم اليوم في منطقة السرتي ونشوف معاناة أهل المنطقة مع مياه الصرف. أهل المنطقة جمعوا معنا، كما احنا شفنا المأساة في صورنا توحالية، حنفهم منهم أكثر كيف صار معنا. طبعا وسام حابتين بيكم، أول شيء شكرا على ثقتكم فينا، قريب الحدث نكون معاكم دائما في تغطية مشاكل المواطنين. بارك الله فيك، الله يفتح عليك يا أستاذ محمد. نشهد بالله أنك ما قصرت معنا الحق، أو ما درنا لك تليفون، نشهد بالله أنك جيت ندركت الحق صدق وأمان، وشركة المياه عدينا لهم تمام، نشكو كل يوم تمام. حاجة خلينا ناخذ الموضوع واحدة واحدة، المجاري هذينا كملهن. بنت تودي من 8 شهور مجاري هذين، 8 شهور نحن عندنا في المساء هذه، عيال صغار طفولة، نحن ما عندناش بكة، لنا ما فيش بكة طفولة عندنا. شركة المياه عدينا لها، ما فيش شركة ما تخطر على بالك عدينا لها. سالم جطلاوي عدينا لها. هذا لا لا هذا بتاع 602، واليوم كنا عند حمد، واليوم كنا عند حمد العقيلي، عدينا له حمد العقيلي دوينا له، قال تو نجيكم يومين. الصابر جيت الصابر يا حمد العقيلي عدينا له. حتى ونجني تاع المياه صرف صحي عدينا، ما فيش ني رد فعل بكل منهم، عدوا تو نجوكم. شنو ردهم عليك؟ سالم جطلاوي عشان قلنا قلنا عندي مندركه، قلنا هذا في صرف صحي، قلنا عندي مندركه. هذا سالم من قبل اللي دوينا عليه في موضوع مياه بتاعت شبنه. ايوه مياه شبنه. هذا قلنا ما عندي مندركه، من عندكم حلول اجيني معك. قلت له انا تو نجيب قناه الحدث تصور، قال لي ياو عندك حل انت، خلاص جيب قناه الحدث تصور لك، جيب الحل في يدك وتعال. انسان من مش موصفه لك بكل انسان، ما عندهاش عزة نفس عليه. احنا وصلنا سالم جطلاوي، احنا شخصه ما نعرفوش، لكن هو مسؤول. احنا هذه ثاني مشكله تو تصير معانا، انه يمشي المواطن ويشكي ويقول له ما عندي مندير. تمام، حلو. غير سالم عدينا الصقر الجروشي،
طقينا شي بك لا صقر جروش هذاك صقر ابو جواري عدينا ما طقينا شي بك صقر جواري ضوين هذا يمسك محل بلديه تاع بنغازي عاد تو طقينا عدينا له كم مره ما طقيناش فيه لا مش قاعد لا طالع مدير وعدينا عند سوق مصريه لله ورضى عدينا له واحد قال له منير فارسي عدينا نفس القصه عدي تو نجيك معدي تو نجيك ما فيش فايده بك حلينا الميه كرمك الله قدام هذا حليناه بالان هنا حليت انا بالفاس انا وجاري هذا حليناه طلعت وين على القطران تاع القطران جاي يجري انا جاي يجري قال له حليت عين الميه قلت له انا حل في تاع القطران اللي قدام تاع الشركه قال حليت عليك انا حليت لهم بالان انت حليت غادي باش تنفس شويه باش تنفس على منطقه سرتي تعبوا العيال صار عزايز يتجلب مع فرس وين يمشي هي الصغار ما فيش طفوله بكل عندنا نحن العيال شوفت عينك طلعت ملكي ناس ما فيش طفوله الاطفال مش عارفين يعيشوا طفولتهم والعيل يطلع استاذ محمد العيل يطلع معقوله لا تخاف عليهم من الميه تخاف عليهم من البنه تخاف عليهم من المرض صح الامراض خيال بكل يعني ثاني حاجه معلش نقول لك اول امس انا قاعد هنا في المحل جات الكهرباء تنفس شوي بعد ما لقاش حد في الشارع مع الساعة 10 نزلت شادي بفاسة بكل عرف نظل الوليد صاحب السيارة ما لقاش حد قال له لا فوتهم فوتهم اطلع والله صبيت لهنا فهم في رتق الله لنا 7 شهور أو 8 شهور يا الوباء قال له فوت ما فيش حد يا يبي نفس على الخزانات فهمت شادي قال له لا فوت ما فيش حد قلت له يا راجل في النهاية بكل بينك وبين الله أمراض وشكل خيال بكل يعني فهمت يعني الواحد المني بيشكي بصدق طبعا احنا غير احنا الصيف هذا ما شاء الله الصيف هذا قوي جدا طبعا الحمو في القيله يذوب في الميه الميه تطلع البنا فيش مشكله حواشي هنا والمجاري هنا تمام تو احنا مع بعضنا حنمشي نشوف المكان طب هو منين يبدا تعال يا احمد ابري لا تعال لو بدينا من غادي من غادي طب هي من غادي جفت شويه طبعا من قوه الحمو باعتبار ان الشركه لها كم يعني لها يجي قريب 4 أيام يا 5 مستلمه اللي عند سوق المصريه حلوه الخط لك فهمت وبعد اليوم على الدوله ما عندش ما يديرش حل يعني ما درناش حل ما فيش اي راي جميع الابواب طرقوهن ما فيش اي حل يعني حتى في حد جاك ما فيش اي حد جاء هنا من السيارات يبرمن سيارات بصدق وامانه واحد يقول حق السيارات يبرمن يصبن انا تعال اضغط الميه والله ما اقدر نغطي عليكم ضروري منسوب ينزل جاء سيارات تنزل المجاري ضروري منسوب ينزل قالوا لنا تعال انزلوا مره جفت كلها تعال ضغطونا بالكرمك الله بالسيارات نفسه عليه تو نجوكم تو نجوكم ما فيش حد جانا بك ما فيش مسؤول بحث في منطقة السرتي بك ولا عدل عليها السرتي بك والله يخوف يا مصري مش عارفين اصلا في منطقة اسمها السرتي ما يجواش هنا اصلا ما يجواش عانينا في المعاناة الاولى الايام اللي فاتت في شبنا وفي المساكن تم كل حل موضوع تلفيق جو لفقوا تبوا من برا تبوا من جنب مش عارف شنو يحفرني بعد رادة تخل المية دوينا خم جديد المسؤول ممكن مازال راقد ولا مش عارف تعالوا حنمشوا غادي ونشوفوا الاجواء معسكر منطقة هاي شباب تعالوا وهذه ما اللي فتحها هذه انت هذه فتحتها باش تنفس انا فتحتها باش تنفس على الجهه اللي جوا تنفس على الجهه اللي جوا خشت الجوه اللي من بعد ليش جينا لنا مجال في مشروع هناكي مازال ما كملش ما يبولاش قصه فهمت عليا ولا هذا مشروع شنو اللي غادي هذا على اساس انه في جعبه لا هذا مشروع القطران لا في جعبه قبل القطران هم اللي حلوا عليه وعلى اساس بيسكروا القطران بيفتحوا لنا القطران هي اللي سببها الميه هذه كلها كان ما نفستش من هنا ما زالت جوا نازله لنا شارع في نزول عرفت ولا هذه نفست لها من هنا بيش على سبة شنو تنفس عينه شوي هذه كانت غارقة بك هذه وين تمشي اللي طيب طالع فيك تو تمشي على اليمين غادي شو رجيت جيت شبنا غادي شو القطران غادي وتطلع علينا شويه حاجه بسيطه هذه كانت كنا غارقه نحن نفسنا عليها من هنا حاجه بسيطه بشنو تخفف علينا جو استاذ محمد تو انا تو تحل تو تطلع انتم هذه حاطين ثقالات ثقالات على سبه تطلع علينا تمسك الوساخ ما يطلعش كله استاذ محمد
اشهد بالله اي منطقه سرتي قدامك استاذ محمد عايشين في مساره. طبعا هو اليوم نوعا ما كيف ما قالوا بادي الجن اليوم تعتبر المياه قابه شويه، يعني المياه قابه خافه. هذه خافه شويه تعتبر خافه عندنا نحن تو. المياه بتخف المنطقه. ترى اعطونا الشيب اللي غادي خلينا نحكم معاهم شويه. تعال. تعال يا حوش. يخدموا فيه جديد. هذا شارع جديد، هذا بتاع قطران. هذا الشارع بتاع شارع الزيت اللي يطلعك من عند المعاقير يطلعك كذا. هذا كله يخدموا فيه هنا غادي. هذا مصبينا مسكنين غير برمله من غادي باش الميه ما تخش لهمش غادي. تبع غادي هذه من دارها. دارتها الشركه باش ما تخش لهمش الميه باش يخدموا في الطريق. يخدموا في الطريق الرئيسيه بتاع شارع الزيت. هذه لها خمس سنين من زمان كملت. هذه من قبل رمضان يسحبها قبل والله في الاول قطر مو غادي لكن ما زال القطعة هذه شارع متاع الزيت اللي يلتحم بشارع زيت المعاقين هو شارع حط هو احنا عارفين هو براز زمزم شارع زمزم هذه ماشي من هنا لكن ماشي غادي ايوه المشكله راه عندنا والناس تضرب انتحاش حوشك هنا ولا حوشك مقابل حوشك في المجاري كيف دايرين انتم موضوع الليل؟ كيلا بك ما بك بس مش عارف موضوع الناموس ما عرفنا نرقدوا العيال اللي يمرضوا كل شيء مستشفيات تعبنا والله مشكلة الله يعني ما عرفنا المشكلة حسب الله صدري لقيت في المستشفى عرفته وصدري متضايق انا واحد من السكان من هنا صدري متضايق لتو ندوي لك وصدري متضايق عندي حساسية من الجو اللي تشوف فيه يا ابن اخي في صدري ورقدت في مستشفى الصدرية بتاع الكويفة ودير عملية من قبل على سبب المرض هذا ريته صدر نظام صدفية في يدي درت عملية هنا في أنا هي هذا هو والعياذ بالله يعني هذا وباء المية هذه وباء وعفن يعني هذا صار صح يعني صار صح لما يقعد برا حتى خطير على الشياب الكبار خطير على العيال الصغار والله يا ابن اخي والله العظيم يا ابن اخي تعملوا فينا خير والخير باذن الله يجي عليك النصر من الله سبحانه وتعالى الله يفتح عليك فكنا من الوباء الله يصلح حالك يا بدي والله العظيم تلقوا اي منطقه فيها فساد هذا فيها فرج الكم من الله سبحانه وتعالى وعلى بلاد ناس وراي يكلم فيك قسما بالله علي العظيم والله بصدق ما فيش خير الا مدير خير قدام وجه الله العظيم فالمنطقة هذه بالذات وكل المناطق يا باتي اللي فيه نجوهس في أجر عظيم من الله تفك من الوباء وجزاكم الله أن خير وفك الله كربي وكربكم وكرب هالوطن ليبيا وبلاد المسلمين يا رب ونقول فيه في كل جوامع راه ومنحس في كرب قسما بالله والمدسين واجدين راه سواء عندنا هنا ولا برا حسبي الله ونعم الوكيل فاللي يريد الخراب للبلاد ونحن مع خليفه حفتر ونايدوا خليفه حفتر ونايدوا الجيش الليبي بس وسراج لعنه الله عليه واللي يريده ولعنه الله على المدسين اللي عندنا هنا في سرتي وخاطي سرتي بتو خطر على سرتي وعلى داخل سرتي انت مش عندكم هنا انا مجلس بلدي عندنا مجلس بلدي يا علي من اسمه علي هويدي نشهد بالله دي وين لك مره ويحك في المنطقه ساكن في السرتيه ويحك في المنطقه ما ادري ايش حل تو شوف منطقه بوديمه ما شاء الله تبارك وقدام ايوه المفروض انه هو اي مسؤول سواء كان محلي سواء كان بلديه سواء كان مجبر غصب عنه هو يخدم ما قام على الكرسي ما خذ راتب عالي ما خذ جو سمح الا انه بشنو باش يخدم تو انتم به تو هذا من سكان بس طريق لا وراك عملت ترست كم سنه تو يا الطريق اي صينوا فيها لا قريت 3 سنين وثلاث شركات شركه تجي تخدم لك مترون تبيع الاخرى والاخرى تبيع الاخرى وكلها تحل ما لقينا حد السيارات حواذت غادي من الطريق مش حواذت بك تمام او صغار يعفسوا عليهم من غادي طريق مسافه صغير 3 سنين يا راجل عندي كلام هذا يعني وانت المسؤول في الشيله يقول لك راه انا في النهايه بكل ما عادش عندي الا قناه الضعفاء اللي هي الحدث يقول لك والله عدي انت جايب لي الحل مش انت راجي منها مش انت راجي منها احنا كقائد قناتي بالحدث هذا صوت المواطن احنا صوت المواطن صوت الحق نقوله في الكلمه ما خافش وعلى الله كلها طبعا في عماره قلت لي غادي مايله ولا هي في عماره مالت هذه مايله كرمك الله من الميه تحت المجاري الميه تحتها تاكل في الرمله نزلت العماره مايله رب يكون في عون من الشباب اللي ساكن العماره اللي غادي اللي في الشوكه هذه الاولى لا الثانيه استاذ محمد هذه شوف هذه مايله من الميه كرمك الله عند الصبخه اللي طالع غادي قصله اللي غادي هذيك هذه مايله العماره هذيك
انت يا وجعناك حتى ام الشهداء يطلع تلقى ام شهيد تطلع تجلب الخراره قدامك توجعك، يعني مقدمه اولادها للبلاد توجعك. قدام ولدي وين راح؟ والله يا ام الشهداء يجلب في كرمك الله في المجاري ومخرري قدامنا انت توجعك تصعب عليك، ام شهيد يعني مقدماتها للوطن تقدر تجلب في المجاري توجعها الشهداء ما قدروا روحهم الا على خاطر ان الشعب يعيش. الله يفتح عليك. الشهيد الشهيد يقدم روحه عشان المسؤول يعيش والمواطن ياكلها في روحه، هذه مقاشره. نشهد بالله ان المنطقه السرتيه استاذ محمد نشهد بالله انها تعبه. نشهد بالله ان تعبه منطقه السرتيه، نشهد بالله انك تشقى بينا يا استاذ محمد. نشهد بالله انك تشقى بينا. باذن الله تعالى واللي خاف الله حيدي له حل ان شاء الله. تعال بعضنا خليكم شباب كابتن احمد العبيدي تعيشوا الاجواء داخل المنطقه وتشوفوا المسائل اللي يعيشوا فيها سكان منطقه السرتيه. عدي تفضل. طبعا كيف احنا نشوفه مشاهدينا الكرام في حتى حاجه ثانيه ان من كثر المجاري اللي صايره غير ان المجاري طفحت برا وغير ان البن وغير ان المرض والعفان اللي صاير ان حتى القطران تم يتاكل تمام. هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه لو نشوفه مع بعضنا الطريق صغرت. ليش؟ تمام المجاري تمشي 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 خلاص غطت اللي عند اكثر مدى. السيارات لما يجن تلقى تفقد عند المشكله يركب تو نحكي اللي جن تو تلقاه يمشي في تركينا ولا يركب على المادة باش يوصل المكانة. فهذه هي المساء. القطران بروحه تدمر، يعني الشارع ضاق، الشارع كيف هذا ماشي جاي صارفوا عليه الدولة مقطرنين في المنطقة باش تجد منطقة متكاملة أو حي سكني متكامل، لكن للأسف أنه ما فيش نقابة. أنه سادنا المنطقة بروحها أصلا متهالكة، لأن يعني المنطقة قدمت المفروض ان احنا نهتم بها لكن فيها سكان. هو ممكن الكلام اوقات يعجز عن التعبير لكن بجديات، يعني احنا ما زلنا نقولوها بالعام ونقولوها كيف ما احنا نقوله بالمفشري بالبنغازينو. يا ريت المسؤول لازم ينزل الشارع، انزل حل القرشك، راك انت تاخذ في راتب اضعافنا كلنا، فمجبر غصبا عنك تنزل الشارع، ومجبر انه المسؤول يخدمني وغصبا عنه يخدمني هنا ابن هالمدينة اللي حطيناك مسؤول على كراسيكم وقام عسوا وتفشكوا علينا بسياراتكم ومحاوشينكم وقطرانكم والمنطقة اللي كيف هذينا يعانن. فنحن اليوم جديات على خاطر العيال الصغار من المرض ومن العفن ومن الوباء اللي صاي، على خاطر هالشباب، على خاطر الشياب الكبار، على خاطر الصبايا والعزايز، فهذا مأساة كبيرة. راهو الموضوع نحن تو قعدنا ما طقناش نص ساعة، الراس نشقت بالنص من البنا لبين الناس اللي حاوشينا متحل في المجاري. الحوامل ما يتحملنش، الشياب ما يتحملوش، العيال الصغار ما يتحملوش، فالموضوع كبير جدا جدا. يا ريت اليوم تكون الفزعه كبيره جدا لمنطقه السرتي باش نديروا حل لهالمأساه اللي احنا قاعدين فيها داخل هالمنطقه.